حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنرسم نحله بطريقه بسيطه خالص بالخطوات. امشوا معايا خطوه خطوه، هرجع لكم بالتفاصيل. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، لايك وشير للفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومستنيه كومنتاتكم اللي دايما بتسعد. درس جديد وشكل جديد النهارده هناخده مع بعض. النهارده هنعرف ازاي نرسم نحله باكتر من طريقه. كان برضو حد طلب مني ان انا ارسم له طريقه رسم النحله. هوريكم كذا طريقه، طبعا تختاروا الطريقه اللي عجباكم او الشكل اللي عجبكم تعملوه. اول حاجه ممكن نعمل ايه؟ دايره، تمام، وتحتيها بيضاوي. شفتوا ازاي؟ وبعدين هنبدأ نعمل الدايرة دي عينين. وبق، احنا طبعا اتفقنا ان احنا بنشتغل كله كرتون مش نحلة حقيقية. اللي عايز نحلة حقيقية برضو يقول لي ونعمل هيك كده. وبعدين الجسم بتاعها ده هننزل منه جزء مثلث كده، عارفين حرف ال V، هننزل من تحت. وهنبدأ نعمل خطوط كده عريضة شوية في النحل. وبعدين هنعمل الجناحات بتاعتها اللي بتطير بيها اهو، ادي الشكل، ونفسه في الناحية التانية، وواحد صغنن كمان. فاكرين الفراشة؟ شبهه شوية. ده أول شكل النحلة، بسيط خالص. نعمل شكل كمان، هنعمل برضو دايرة. طبعا برضو بفكركم تاني، احنا بنشتغل كله بخط خفيف لغاية ما نستقر على الرسمة اللي احنا عايزينها، نبدأ ان احنا نتقل عليها عشان لما نيجي نمسح ما يبقاش باين في الورق. وبعدين البيضاوي بقى المرة دي هنعمله هنا كده ازاي. طب هنبدأ ده نعمله الوش، ادي عين، ممكن نعملها عين كده وعين مغمضة كأنها بتغمز، ويدي البق بتاعها، ونطلع لها الجزء اللي من فوق. وهنا هنعمل الخطوط بتاعتنا كده، نقسم بيها الجسم، وهنعمل لها الجزء المثلث من ورا. دي كأنها ايه؟ طايرة. ويدي جناح وواحد تاني باين من وراه، وممكن رجلين كده ورجلين كده. سهلة ايه وبسيطة خالص خالص خالص. طيب نعمل كمان واحدة اصعب بقى، سنة بسيطة، مش صعبة قوي بس سنة بسيطة. هنعملها ايه هنا؟ هنعمل الدايرة بتاعتنا، وهنعمل تحتيها برضو دايرة صغيرة، وبعدين على جنب سنة كده هنعمل زي دايرة كبيرة. شفتوا ازاي؟ معاكم كلها ماشي. هنبدأ نعمل ايه؟ هنعمل العينين بتاعتها، مثلا حواجب كده، مناخير بقى، بق، زي ما احنا عايزين. وهنبدأ نعمل الشكل اللي فوق ده بتاعها، اسمها قرون استشعار. خلاص هنعمل لها بقى المرة دي بقى يعني ايه، هنزود لها الكرتون بتاعها شوية. هنعمل لها ايدين مثلا، ادي ايد كده، خلاص، ونعمل من ايديها التانية مثلا من هنا.
جديد كمان. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنيجي على اخر ده كده نزود له الحتة الطويلة بتاعتنا دي اللي احنا اتفقنا عليها، وهنعمل الخطوط اللي بتقسم جسمها. ممكن كمان نعمل لها رجلين، ادي رجل اهي مثلا رفعوها كده، وهنا رجل كمان. فاضل ايه بقى؟ طبعا احنا هنمسح الزيادة ماشي، بس لما نخلص خالص هنعمل لها جناحاتها. ادي جناح وادي واحد كمان صغير في الناحية التانية، ادي واحد اهو ويجي الصغير بتاعها. شفتوا بقى جميلة ازاي؟ ممكن اعملك شكل تاني ولا كفاية؟ نعمل كمان شكل عشان نبدأ بقى نلون. ممكن نعملها بقى ايه، شايلة العسل مثلا، اهو ادي الدايرة بتاعتنا، ويجي دايرة كمان ودايرة كمان. نبدأ بقى نحط التفاصيل بتاعتنا. هنعمل الوش بتاعها، ادي العيون، اي بقى شكل انتوا تحبوه. طبعا احنا كلنا شفنا الدرس كيف نبتكر شخصية كرتون، وعارفين بنرسم شخصية كرتون ازاي، مش كده؟ اللي ما شافوش يرجع يشوفه تاني. ممكن دي نحط لها بقى قصة كده ندلعها بقى شوية، نلبسها مثلا اشارة. نربطهولها من هنا، ندلع لها قرون الاستشعار بتاعتها كده، ونعمل لها بقى ايديها مثلا، وماسكة الجردل مثلا ده اللي فيه العسل، من الناحية التانية برضو ممكن اطلع ايديها التانية. ماسكة واحد كمان، وطبعا النحل مش بيعمل كده في الحقيقة، بس احنا اتفقنا ان ده زي الكرتون. ممكن نوقع منها شوية عسل كده عشان تبقى تخلي بالها وهي ماشية. طيب هنعمل ايه؟ هنبدأ بقى نقسم جسمها اللي هو الخطوط اللي فيه ديت. ممكن نعمل لها برضو ايه، رجلين بسيطة كده. شفتوا بقى كام شكل النحلة؟ كلهم سهلين خالص وبساط خالص. لو مشيتوا معايا واحدة واحدة بالخطوات هتلاقوه سهل خالص، مش هيضايقكم في الرسم يعني، ماشي؟ طيب احنا خلصنا كده زي ما اتعودنا بقى، بنبدأ ان احنا نعمل ايه، نبدأ نتقل على الخطوط اللي احنا خلاص استقرينا ان احنا عايزينها. نبدأ من فوق لتحت ومن الشمال لليمين زي التلوين بالظبط. انا بحدد بقلم حبر، انتوا ممكن تحددوا بالرصاص الجامد شوية او بالالوان الفلوماستر، لون اسود فلوماستر كده عندكم، عشان نبدأ نمسح الخطوط اللي احنا خلاص مش عايزينها.
مش لازم ترسموهم كلهم، يعني انتوا ممكن تختاروا الشكل اللي عاجبكم وتبداوا ترسموه. انا عشان وقت الفيديو هروح احبرهم بسرعه وامسح الرصاص وارجع لكم زي ما تعودنا كل مره. كده خلصت كله وحبرته ومسحت الرصاص الزيادة وكله زي الفل وتمام. نبدأ نلون بقى واحدة مع بعض. انا هختار مثلا دي الوان. هلون الورقة بتاعتي اللي بحطها تحت ايدي منزهقش. هلون وشها مثلا الاول. طبعا كلنا عارفين النحلة بتبقى لونها اصفر في اسود. ممكن ندخل معاها حاجات بسيطة، درجات بسيطة بس للتغميق او للظل والنور بس. زي كل فيديو لما بنقوله واحنا بنلون، بنلون كله في اتجاه واحد، مش سايبين اي فراغات بيضة، مش بنشخبط، مش بنخرج بره. اللي ما شافش درس ازاي نلون صح يشوفه وبعد كده يلون. وبنلون كمان من فوق لتحت عشان ما نبهدلش التلوين بتاعنا واحنا بنشتغل. انا عايزه اعمل لها خدود هنا شويه. طبعا كل واحد برضو يلون زي ما هو عايز. هوريكوا بس شكل او درجات الوان، انتوا بقى براحتكم. هدي لون لباقي الجسم. ما تستعجلوش وانتوا بتلونوا، لونوا بالراحة وعلى مهلكم. انا كده لونت الجسم. ممكن ابدا ادي درجات بسيطه كده بالبني مثلا او الاورنج الاحمر زي ما احب. عايزه اسيبها برضو كده ده يعني يرجع لكل واحد فيكم راحتكم. تعرفين انا بحب ايه، ادي درجات كده بس شويه، طبعا مش كتير وما نغمقش قوي وما نعملش حدود للون، يعني يطلع على ما فيش كده يدوبوا في بعض. برضو كل ده احنا قايلينه الدرس ازاي نلون صح. انا بحب اكد عليكم تاني عشان الناس اللي ما شافتش الفيديو او نسيت، يعني
بص بنطلع على ما فيش ازاي، ما يبانش ابدا الفرق ما بين اللون واللون عشان يبقى شكله ناعم وجميل. شوف فرق ازاي. نجيب بقى الاحمر مثلا، ده اورنج، ده محمر شويه. نعمل بقها، ممكن نعمل لها فوق عينيها برضو بينك كده شويه، نلون عينيها مثلا بالاخضر. الجزء ده اسود، ندي بقى الخطوط دي اسود. تاني بنلون على مهلنا خالص، مش بنسيب اي فراغات بيضة ومش بنخرج بره، حتى لو اقول لكم كل فيديو لغايه ما تحفظوا. الاجنحه بتاعتها الجناحات يعني بتبقى شفافة، فمش بنلونها قوي، احنا ممكن نديها بس ايه حاجة بسيطة كده باللبني او بالرمادي، حاجة بسيطة كده خالص، ادينا بس احساس ان ايه ان في هنا جناح. بسيط خالص خالص. طبعا جناحها غير جناح الفراشة، جناح الفراشة بيبقى كله ألوان زي ما عملناها مع بعض قبل كده، لكن النحلة جناحها بيبقى شفاف خالص. انا هنا تقلت سنة ليه؟ لان الجناح اللي فوق اكيد اكيد عامل ظل على اللي تحت. الجوانت بتاعها او ايديها هنسيبها لونها ابيض. عايزين نعمل لها بقى الشوز بتاعها، ممكن نعمله لونه ايه، ممكن نعمله مثلا احمر تغيير يعني، او بينك او مثل بينك. ومن تحت ممكن نجيب درجة ايه رمادي كده خفيف، ده الشوز بتاعها من تحت. بقت عاملة ازاي؟ حلوة جدا جدا. تحبوا نلون دي كمان؟ هلون انا بقى بسرعة، مش انا اللي هلون بسرعة، انا هسرع الفيديو. ماشي،
خلصت لو انتلكوا نحلتين من اللي احنا عملناهم. يا رب يكونوا سهلين بالنسبة لكم وتقدروا تعملوهم بكل سهولة. مستنيه تطبيقاتكم على الفيديو. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير للفيديو. مستنيه تعليقاتكم اللي دايما بتساعدني. مستنياكم ان شاء الله دروس جديدة، وبعتولي كل الطلبات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم في الفيديوهات. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير.